يعطيك العافية صالي. الله يعافيك. صالي خليني احكي معك موضوع خاص شوي. قولي قولي. هلق انت بدك تخطب؟ لا والله بدي، بعد ما اشتريت هالموتير ماني بشوف حدا قدامي. اقطع هالموتير. ليلى حواليك عروس؟ بالله حوالي عروس ناعمي وكيسي وحلوي. مين؟ خيتي دارين. دارين؟ الله لا يوفقك على هالصفقادي. شهاري انتهى. لك يا وبش تتزاكى على العالم كله الا ليلى تتزاكى، ها؟ لانك مالك قدرتي. سيدي شوفوا البيت كله قلبوا البلاط، سيدي ما حتلاقوا شيء. ان شاء الله بدي اعمل لك البلاط لعبد الديار هي اللي ما فيها بلاطه. بتموت سيدي. بعمر ولك بتموت. لك بعمر انا ولك ما ب... سيدي ما لقينا شيء. شفت سيدي؟ ولك يا بني ادم انت شو انت؟ لك انت شو انت؟ ما بدي اعرف. انا مخدم عصابه سيدي. لك خلاص بعرفك المقدم ضرار السخن العمى بيشتهي يبعتك مهمه وحدها وتكون فيها فعال وايجابي. العمى جوليا. نعم سيدنا. تعي لشو؟ تعي لعب. ليلي لشو؟ هلا عن جد الوبش هاد ما لقى شيء ولا موجود زيه؟ صراحة يا سيدي؟ اي ما لقى شيء. أكيد أكيد؟ اي سيدي. أنا مصدق لأنك بعرفك أحيانا بتحركي الحاسة السادسة اللي عندك. لأن مرة إذا بكسب مني شدي ليلي هيك. تؤمر سيدي. بدي إياكي. يلا لشوف على مكانك يلا. حبيبي. وأنت لشوف يلا تحركوا. لوين اتحرك سيدي؟ ها؟ أه؟ لوين اتحرك؟ حاولني اشوف يلا. شو يا طيواني يا افندي؟ في شيء هون ولا ما في شيء؟ ما في شيء سيدي، فتشوا. ليش تلبكت ها؟ لا 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 سيدي انا ما تلبكت. لك بدنا نفتش يعني بدنا نفتش. فتش سيدي فتش. يا مقدم عصام. اه سيدي العبيد. سيدي فوت فتش لي هالان لشوف يلا. يا رجاء. حاضر سيدي. فوت فتش الان يلا فوت. عصام فوت فتش الان. جوليا فوتي فتش الان. يا عصام فوت فتش الان. امرك سيدي. حرك جوليا. نعم سيدي. عندك ما بتخلي حدا تاني مرة يأمر غيري سامع؟ تأمر سيدي. اكبر ياك. سيدي شو في؟ متأكد انه هون يعني لازم انا فتش من هون سيدي؟ نعم. طيب حركوا لك. ما تخاف حبوباتي ما تخاف، أنا ما بحب أذي الحيوانات أبدا وتحديدا المفترسة. سيدي سيدي العميد شو في؟ لقيت الذهب. يا سلام. ايش هو الذكاء؟ شو هالذكاء يا عصام؟ على فكره انت هي اول مره بتنفذ المهمه صح. سيدي بتعرف ليش؟ ليه سيدي؟ لاني انا بعرف من الذهب. وعلى مره لشوف طلع طلع. شو يا طهواني بيك بالفعل طلعت بمون ما؟ عصام سيدي خدو عمرك سيدي خدو على النظارة لحتى بس نعلمو كيف الموانئ. تعرف اللي بتمون ها سيدي
بتمون انت وياه. لسه سبت لي بتمون انت وياه؟ ابعوا البلاط سيدي. هات شو؟ الذهب؟ شعطوه شعطوه. شعطوه؟ جوليا! تعالي شو؟ امرك سيدي. قربي لعندي. شفتي يا جوليا؟ وقت اللي واحد بيحرك الحاسة السادسة كيف ممكن يطلع معه شيء؟ بدي اياكي جوليا دائما تكوني انت ذكية وتكوني عاقل حاضر. ايه؟ تؤمر سيدي. خاصة وقت بحكيكي انا. جوليا! نعم سيدي. يلا روحي لحيونا شو تحركي. حاضر سيدي. لك شباك ليش قالب خلقتك هيك يا عمي؟ يا زلمة سندويشة الفلافل اللي طعمتني اياها صب صبة وحدة بعتي. إلا أنك فجعان يا البكليكي، حدا بيسلطها صلوت كلها شوي شوي. خلصنا مرحبا. هي مية مرحبا. إيه دخيلك طمنك شو صار معك غضبة؟ شو هالغضبان تبعكم هاد؟ شو هالغضبان؟ بلوي من بلاوي الزمن. من الصبح لهلا انت خلينا نروح ونرجع نطلع ونفوت من الصبح لهلا. هلكنا هلك. لك يا عمي هلك شو بدنا بالله بنطلع وبنفوت؟ المهم يعني بده يطلع هو ولا لا؟ والله هيك ما بعرف، هو فات لعند سيادة العميد. وخالتي ام غضبان وينها؟ خالتك ام غضبان اطمئن عنها، عم تشرب شاي وقهوة عنا ومرتاحة كثير. هلأ المهم بدي منك عطولها تجيب لي اخبار غضبان جديد بجديد. ايه على عيني. ماشي. ماشي. احلى وردي بالعالم. فردو فردو. يلا السلام عليكم. الله معك. السلام. مع السلامي. الله معك. سلامي. ما يفرق. لا 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 ما حننسى ما حننسى. اكيد اكيد. اكيد اكيد اكيد. سلامي. الله معك. ايه قلبي ما يفرق على ما اسمع اخبار ولا غضبان اشتقت له. بتعرف شغله؟ شو؟ بلشت معدة تفرق علي بس بدوش فلافل يبكي. شو سيدي لسه في شيء؟ طبعا في. المرة كمشناك عم تسرق المعزة بالجرم المشهود. يا سيدي أنا لما طلعت من الزريبة طلعت المعزاية معي مشان يتركوني مثل ما صار سيدي. قمت أنا لما شفت الضابط رخيت للمعزاية، قام هو طلب من الرقيب يسحب لي إياها، وهي كل القصة سيدي. لا لا، لعما شو مبسطها للقصة أنت؟ يعني هلا الرقيب زاهر هو اللي جر المعزة؟ غضبان اقسم بشرفي اذا كنت عم تكذب لحتى اسلخ جلدك عن عظمك. لا تصدقوا يا سيدي، عنده استعداد يسرق 20 عن ذكر مال دارين. دارين؟ ومين هي دارين؟ السخلي اللي بحبها الاهتر. بس عي كيسي وحلوي واهلها جماعه وادي وعنده استعداد يسرق العنزات البلد كرمالها. وليش العنزات بالذات يعني؟ لانها سيدي هي بتشبه المعزاي، قصدي بتحب المعزيات سيدي، بتحب المعزيات. ولا حيوان ما حدا بيشبه العنزه والتاس غيرك. تسلمي. عدم المؤاخذه سياده العميد. تسلمي تسلمي يا غضبان. بالله عليك تبعت تقتلوا. هلا لحتى يجي الرقيب زاهر نشوف شو بده يصير. خلي يقتلوا هلا. عم نقول لك ليجي الرقيب زاهر شو قصته؟ بدهم يقتلوا. يا مهمتي شو بده يصير فيك؟ حبيبي. لك شو عم تشيلي؟ ممنوع يا اخي ممنوع. بتحب الجبس؟ كون خلاص الهشة خلصني بقى. ما بقول لك انه انت شو فيك؟ يا رقيب زهر زهر. بس ليه؟ شو؟ كأنه غضبان طول هالمرة يا البكليكي. آخ إيه بالله طول ليك. إيه؟ خلينا نرجع على البيت والله تعبت. لك عايز تنجي لي قيو إسا بدي نروح على البيت عساس يعني شغلك مقطل بعضه بالبيت. خلاص هونيك قاعدين هون قاعدين. تعرف شو؟ إيه؟ لو كان معي مصاري كنت حطيت له محامي. لو كان معك مصاري فلا مسلي عليك بحرف إيه والصدق ما كنت تعرفت علينا بنوك. شو مفكرني مثلك يا؟ شو قصدك يعني شو قصدك؟ انت اللي بدك تتعرف علينا. انت اهلين اهلين وسهلين. طمنا شو؟ شو؟ بصراحة
صار الوضع سيء كثير. شو يعني صار له شيء؟ لا لا ما صار له شيء، هو عن سيادة العميد، بس بصراحة أنا يعني ما بقدر ساعدكم بشيء. هيك ما بقدر ساعدكم بشيء أبدا. لحظة وين راحوا؟ يعني وينون؟ عفوا أنا مو صاحب هيك أبدا، أنا عندي مبدأ وعندي ضمير، أنا مو صاحب هيك أبدا. هيك شو يعني؟ أنا مو صاحب هيك أبدا أبدا بالإذن. يعني المكليك أبقى في هيك؟ لا ليكون بده إياها هيك من فوق يعني. معقول يعني رش رش بحبها رش؟ صحيح أنا يعني مو هيك، ولكن إذا هيك ممكن يعني. ملعوب شو صغير صاحب نكتي كمان بحبها من فوق صميم التعب. الله يوفقك ليك ليك بسلامي ليك محلى يبليك السلق والحسك إن شاء الله. الله الله يعطيك العافية. روح يا ابن الشيوخ. أمرك سيدي. شوف يا غضبان، أنا وعدتك ورح أوفي بوعدي، بس إذا بتعمل شي شغلة لحتى طالع الفطير والخمير من جلدك. لا حيوان ولا كر، عجبك هالبادلي بآخر العمر، خليها ردود وقوقتلي. لا طولي بالك يا غضبان، بيبقى غضبان إنسان آدمي وخدمنا كتير على فكرة، بقى بتقدري تاخدي معك. وين بدي أخده؟ عالبيت. لا تمزح معي، ترى فاقعة معي. لك لا عم امزح ولا شيء، أنا عم أقول لك خديها عالبيت. روح عالبيت ولا الحقي. قدام رئيس القسم وقدام الشرطة عشان ما يقولوا انك انت بتعرفي تربي. مين؟ انت؟ انا بعرف ربي، بعرف كلاونا ولا ولا طلع لفوق. شكرا يا فوت لجوا ولا فوت لجوا يا كلب يا كلب يا وقتي. جلي ايه خيي ايه شو بدي خلك خلي خيو؟ يعني انا برايي ما حلو يفوت لعند غضبان بعد ما طلع من الحبس ونقول له الحمد لله على السلامه ودياتنا ما تطوطح بالهواء، يعني لازم ناخذ معنا شيء. ايه والصدق ما شاء الله حولك على اساس شو المصاري مطفط في طفطفي بجيباتنا. لك يا عمي بس ما بصير والله سوقا منا يعني يا البكليكي، لازم ندبر حالنا. لك عمي طب شو قولتك نتدين حقه للفروج؟ لك شو نتدين يا عمي؟ ليش مين بيرضى يديننا؟ بيعرفونا عواطلي ومعنا مصاري يا البكليكي. ليلى ما تكوني حاطة عينك على صالح. أنا حط عيني على صالح؟ ما طول اليوم واقفين أنت وياه وما تحكوا، شو القصة؟ بعدين بقلك شو القصة. الله يجيرنا من قصصك يا بنتي. خلصنا بقى خلصنا بقى ليلى، كبري عقلي. أنا عقلي ومسكيني، بس بنتك هي النمرودي. أنا بعرف أنك عم تحضري شي لأختيك، بس ما رح خليكي تفرحي فيها. كلكم بتخافوا من دارين كلكي. خلصنا بقى بنتي سكتي اكبري عقلي. ماشي انا بفرجيك يا دارين. الله يصلحك يا بنتي ويكبر عقلك. الو مين معي؟ عفوا يا خيي مش هون بيت ابو علاء؟ لا مو هون بيت ابو علاء. والله لخلي غضبان يغضب على الساعه اللي ولد فيها
والله يا هنداوي ما راح يطلع بيدك شيء. بدي منك تحكي مع المساعد رجا يحولنا على المحكمة بدل ما يحولنا على الفرع. والله يا هنداوي أنا ما طالع بيدي شيء. العميد بذات نفسه هو اللي طلب تحويلكم على الفرع. معك دخان؟ والله أنا ما معي، بس دقيقة تسألك اللي حاملني. يحيى معك دخان؟ إيه ألف طلب مثل الطلب، تكرم عينك هنداوي. يسعد مساك خيي أبو الدود. أنا سعيد، سعيد، سعيد الحلاق. إيه عرفتني؟ إيه خيي بدي أبعث لك جلال. جلال اللي بيحلق عندي زبونة. إيه بده يعطيه فروز. فروز إيه وأنا عبكرة بحيد لعندك بحاسبك لأني أنا أبأمن أعطيه مصاري. إيه خيي إيه طبعاً بدي صحن مايونيز وعصير وخمس كاسات بلاستيك وكاتشب. إيه ولك ما تقولها من المصاري. أنا في بالعادة أنا كذب عليك أبكذب عليك. إيه خيي إيه جهز لي هون وجلال خمس دقائق بكون عندك بأمان الله. هلا خيي. أنا بتقول سعيد الحلاق بذاته فلا ما ذل عليك بحرف واحد. إيه والصدق تقول عطف عطف. إيه خلي أجيب الفروج. إيه رأيي إنتي خمس دقائق لا أطلع البتوية. جلال بسرعة لا توسع حريف صديق رد الإذ. أهلا وعليكم السلام. تفضلي سلم دياتي. أي سهام خانم لأنت بدك تضلي لاحقة هالمغضوب من مخفر لمخفر؟ والله تيفتني كل مخافر البلد. وانت ليش تتروح؟ شو بياخدك؟ جو هالقردين جلال ومروان وقالوا لي انه هو بالمخفر. قلت لحالي هالمرة يا اما سارق الدولي يا اما قاتل قتيل. والله القاتل لازم ينقتل والسارق لازم يتعاقب لأنه بيستاهل. مساء الخير. أهلا. يسعد أهلا حبيبي. أهلا أهلا حبيبي. تعي حبيبي في كلمتان بدي احكيين معك. جلال شو جابك لهون يا زلمي؟ جلال غضبان؟ غضبان تعال هون ما حكيك. عجبك فيه؟ أهتر 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 قاعدة. عمالك يا جلال. والله حل مروخبي ممنيحة غير للهندبي ولا السلق مدبل برغو. كم كيلو بيطلعوا؟ ايوه أنا فهمان عليكم شو عم تعملوا. حفرجيكم بكره شو حيصير. بكره؟ وليش بكره؟ ليش ما اليوم؟ خير البر عجله. امسكوا يا شباب. تعال احيا القتلة احيا القتلة احيا القتلة. ولك عندنا ولك قوم اشتغل لك شي شغل يجيب لنا بس حق الخبزة. بس لدياتك مني. يا الله دخيل اسمك يا الله. ليه كان بصير معنا؟ لا أب ولا عم ولا خال ولا حدا يشيل حمل هالبيت. اللهم لا اعتراض على أمي. أمي؟ ها؟ أمي بصراحة أنا بدي أشتغل. يا أمي أمي أنا من اليوم ورايح مسؤول على البيت. سمعتوا كلكم؟ الو اهلين خالتي كيفك؟ واخيرا تكرم وحكي معي. لا والله كنت مشغول شوي. دخلك من اي سجن ما يحاكيك؟
خلص خلص انا بحكي مع امي. لك هاتي بطلع من البيت. مرحبا يا حبيب. خالتي اهلين بخالتي. اهلين. تعال تعال حمول معي كيس. تعال بعطيك اجرتك. انا بحاجه شغل. بعد وفاه والدك الله يرحمه مين ما يصرف عليكو؟ ما حدا. هلق انت اكبر واحد باخواتك؟ لا، في خيتي الكبيره هدى والصغيره مايا. ما تاكل هم من يوم ورايح شغلك معي ومصروف بيتكم مني. يلا مول معي. يلا هات ثاني. ايه نمر يلا حمول هذا والحقني. تعال معي. يا بكليك تعري قلبي كان حسني اني ما طبيعيين. لا تخاف فص اشكال. تعرف شغلي حقلي اغلى. جلال ايه قولتك اشتلقوا علينا شي؟ ما انا قلت لك ما ترقد مشان ما يشتلقوا علينا. لبك ليك انت قلت لي ما ترقد. انت ركضت قدامي يا عمي مروان. شو ما يصير فينا هلا؟ من اكل قتلي وسجين وما عارف. يا ويله ويلي يا لبك ليك. لك يقطعوا لعمرك مو شايف. لك صار لك شيء؟ صار لك شيء؟ فيكي شيء؟ لا فيني شيء. لك هيك بتمشي بالشارع؟ لك انا المامسوه اللي انت ما بتطف. ما فيكي شيء؟ لا فيني شيء. تحبي وصلي؟ لا بدي. لك بوصلك بوصلك. لك روح من وشي. اقطعوا لعمرك على هالشكل، كنت روحت السكربيني. خايف على السكربيني؟ عم في عيون العالم. بسم الله كيسي. الله يوفقك ويرزقك ويفتح بوشك كيف ما تحركت. مين ما تدعي؟ اللي هو يا امي اللي هو. الله يرزقك يا رب. الله يرحمك يا بي. صرنا بأيام صارت الناس تتحنن علينا. امي انا جبت الخبزات. بنت انت منين جبت الخبز؟ امي اشتغلت. اشتغلت؟ ايه والله يا امي اشتغلت. الله يحميك الله يحميك. شفت يا أمي؟ شفت ربك أبي يقطع بحدا.
أمي أنت بتعرفيني، أفيني أسكت، بختنق إذا ما حكيت. الله يرضى عليك يا رانيا، لا تقاتلي أنت وأخوكي، بيضل أخوكي يعني. ما رح أتقاتل، بس دلعك اللي وصلوا لهون، هلق بتشوفي شو رح أعمل فيه. وهديتني وردي فرجيتها لصحابي، خبيتها بكتابي، زرعتها على مخدي، ديتك مزهري لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت لهدي. وهديتني وردي فرجيتها لصحابي، خبيتها بكتابي. خبيتها بكتابي؟ يعني اللي بسمعك بيقول شهاداتك معباية الحيطان. بكفيني شهادة غضبان فيني، بيقول لي إني أهم بنت هون بالبلد، وإني فهمانة، وإني ست بيت، وأهم شيء إني أحلى منك. يقول لك ويحلك أنت وياه. رح نقلعي، قلعي حسن ما أضربك. وهديتني وردي فرجيتها لصحابي، خبيتها بكتابي، زرعتها على مخدي. ولك إلك عين تسأل أمك كيفها، ولك كيف بدها تكون كيف إذا حضرتك فاضحنا بكل الضيعة وسيرتنا على كل لسان. خلاص لا تحكي ولا حرف، وبدل ما لك واقف وما تلقلق، انخلع لك شغلي وريحنا منك بقى. ولك شو حالك شو حالك؟ قتلك بعد لي مو تقتلي حبيبي. خلي يموت بكل ارتاح منه. قوم غضبان يا قلبي، لك روحي جيبي لي مزهر، روحي قلعي من وشي حبيبي غضبان يا قلبي يا امي يا وعيني. لك قوم 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 قوم. يا ويلي اهدر اهدر وينو؟ لا أبعرف لوين. الله يرحمه. لا أغمر بحني شفتك بلون واحد، شفتك عيناً قلتلك أنا من إيكلاك غمرني بحلي، شفتك بلون واحد، شفتك عيناً يصبحك بالخير يا ست الكل. أحلى صباح. هاتي بوزي. مالك بالعادة تنامي لهالوقت؟ بعدين النوم منه مفيد لهالوقت. وين الحية؟ لسه ما فقت؟ لك يا بنتي ما تحكي هيك عن أختك. أبعرف فقت وما لقيتها بالبيت، يمكن راحت مع بيك على المشروع. قال مشروع، قال مشروع شو؟ يلا تعي اشربي معي كاسة متي، بدي أحكي معك كلمتين قبل ما تيجي خيتك. الله يبعت نصيبها وأخلص منها. ايه وبعدين؟ لا بعدين ولا قبلين. أبدي يا خيتي أبدي يا، إيش القصة بالغصب يعني؟ هي ليك كيس شكلك والله. بتعرفي باعتباره مليان ومريش، لشو عم تضحكي عليه؟ يا ويلك يا أنا، ما تفكري بالموضوع عن جد؟ وعها؟ لا لا شو ما فكر بالموضوع، بس يعني أنا بصراحة كل ما أجي فكر بمرته هالمسكينة بيجي قلبي حتى يطق عليها. إيه لا يطق قلبك ولا تفكري فيها، بكرة رب العالمين بيبعت له مين تنتقم منه وبنت حرام على شاكلته. صحيح شو بدي قليك؟ شو بيشتغل مقصوف الرقبة؟ علمي علمك. يا هوي دلك يا هوي دلك يا هوي دلك من شيء ولا كان لا لا لا. كنا نحفظ الغنية بقى. دي تعا 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 لا تخاف رانيا من هوني. ماني خايف، بس يعني بدي تصبح فيها. تشرب قهوة ولا متين؟ بدك يا خلص قهوة.
قهوي قهوي سي. الو بونجور عمو. صبحك بالخير عمي، مين معي؟ مش هون بيت مسي ابو علاء؟ لا هون بيت ابو بطيخ. انا شو قليل ادب لك بنتي، ابدك تقليلي شو قصه غضبان هالمره؟ لك يا امي قلت لك هو بالسجن. ولك اتركي يا بنتي اتركي، في ألف شاب بريدك. أمي إذا بتريدي نحن حاكيين بهالموضوع، أنت بتعرف إن أنا بحبه لا غضبان وما بدي غيره. كيف لكان دو إخا عدب باريس الشام؟ ليلى مش عيب عليكي تتنصتي علينا؟ ما على أساس أنت الكبيرة والفهماني، يا عيب الشوم عليكي بس. كيف أنا الكبيرة وكل أهل الضيعة بيقولوا أم دارين وأبو دارين؟ طبعاً لأن دارين قوية وخط حالة. أنت هاد معي قهرك إنه نسكن بالشام؟ ماشي يا دارين، الله لا يخليني إذا بخلي هالجاز يتم. أمي أنا آسف على كل شيء صار. أمي قوم يا قلبي، أفي واحد فينا أبي يغلط؟ أمي دعسي على رقبتي، قتليني بقذبحيني، أنا أبستاهل يكون عندي أم حنونة وطيبة مثلك يا أمي. قوم لك حيوان قوم قوم. ولك حبيبي شوف ما أحلى، يعني هيك أنت ما أحلى، ما فينك تضل هيك. يعني لسه بتحبيني يا غالية؟ لك حبيبي عمرك سمعت في أم بتكره ولادها؟ تعا حبيبي تعا تعا يا نور عيوني تعا حبيبي، يديني على الريحة ما أحلى حبيبي. خفيف الواطي خفيف السافر، ولك انا وسخ وسخ بين نضاف، ما عندي وسخ حرامي. عم بتمد ايدك على جيبتي يا كلب، عم تسرقني يا واطي يا معلم. انا عم تسرقني يا حقير يا معلم قايل طول خلاص ولك طول بالك بس طول بالك خلاص. تعال الكلب بيسرقني هالواطي يا انا وسخ ما عندي ولك. اللي بده يقعد بمهجعي بده يكون نظيف لك. شو بده يكون نظيف لك؟ ولا خليك تنطق يا وطن، ولا خليك تنطق يا كلب يا اخرس 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 كلب وطن حقير. الله يوفقي يرحم امواتي حكيها. لك حيوان انت، انا ما كل لحالي انا مسايره لشو؟ هات. الو صبحك بالخير حبيبتي دارين، كيفك؟ الحمد لله. انا اشتقت لك. خلصنا ولا شو طابخين اليوم حبيبتي؟ والله لا لك شو المساء والله افيته خلصنا الخبر. كيفك حبيبتي؟ هذا انت على اساس بالسجن؟ لك اي سجن؟ لك ولا شفته للسجن. بعدين كيف ما احكي معك من البيت وبتقولي بالسجن؟ لك ما امي حكيتك هلا؟ لك بس حبيبتي انا كرمالك مستعد فوت سجونة العالم كلياتها. لك يا عمري انت غضبان، انا ما بيناسبني هالشيء، حتى اهلي مو راضيانين، كل يوم طالع فايت على السجن. ولك حبيبتي كل ما حدا خليك شغله بدك صدقيه يعني؟ لك مدري مين اجا، حكيني بعد شوي. شو أنسي داري؟ سكرتي الهاتف؟ مين كان ما يحكي معك ما رح قلك. وأنا لشو مسأليك؟ هاد أكيد غضبان، أفي غيره؟ طقي ماشي يا داري، إذا أبرجعك تعيش هاد خالتك بلبنان أبكون ليلة.